كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة إلغاء مران الفريق المسائي بعدما تعرض اللاعبين للهتافات من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. وقال المصدر في تصريحات خاصة إن ميران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة اكتمل حتى نهايته ولا صحة لما يتردد حول إلغاء الميران. وأضاف أيضا أن ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي فضل أن يخوض اللاعبين مرانا خفيفا لمدة ساعة واحدة بعد خسارة الفريق في نهائي الكأس أمام الزمالك. وأوضح أن بعض أعضاء الجمعية العمومية للأهلي تواجدوا لمشاهدة المران وهتفوا ضد اللاعبين بسبب خسارة كأس مصر، لكن المران اكتمل حتى نهايته وخسر الأهلي لقب كأس مصر مساء أمس الخميس بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الزمالك بنتيجة 2-1. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري.